مرحبا، أنا دكتور حسن شحادي، مدير طبي لمركز برقة تابع لمنظمة مالطا لبنان. خدمة الهوم سيرفيس أطلقتها منظمة مالطا لبنان بأيار 2021. الخدمة بتتضمن زيارة للمنزل من قبل الطبيب مع المرضى مع السوشيال وركر، وهي الخدمة بتقوم بفحص شامل للمريض. خدمة الهوم سيرفيس هي خدمة مجانية بتقدمها منظمة مالطا للمرضى. نحن بنشوفهم بشكل روتيني، فنحن قدمنا هاي الخدمة، منزور المريض حسب الاحتياج اللي بده اياه المريض، وحسب نحن بنشوف شو الأولوية لأي مريض بهالخدمة. خدمة الهوم فيزيت بنأمن الدواء للمريض، حال كان دواء مزمن له بنخده اياه معنا بس نروح نزوره. أهم شيء بالهوم كير بس نروح عند المريض هو بتلاقيه ناطرنا، يعني حابب يحكينا كل جمعة لضيعة معينة، وأكيد بتختلف الأولويات حسب طارئ أو غير طارئ. خدمة الهوم سيرفيس كمان عم بيكون عندها خدمة شمولية، المريض اللي بحاجة ليشوف بسيكياتر كمان عم نأمن له هاي الخدمة، والمريض اللي عنده مشاكل غدة وسكري كمان عم نأمن له خدمة التلي كونسل. اليوم رايحين عند فريد، فريد شخص مثلا عمره 90 سنة، عايش مع أخته بالبيت. فريد مشخص بروستيت كانسر مع بون متاستاز وما بيقدر يقوم، اجره مورمي. هاي المؤسسة إلى شي سنة بتهتم فيه، لو ما كان في هاي المؤسسة شو بعرفني شو كان بده يصير. أول 3 أشهر كتير عزبني لدكتور حازم. بدنا نشوف مارون عمره 19 سنة. مارون ذو احتياجات خاصة، يعني صبي مقهر من أول ما خلق، عنده سبينا بيفيدا. ومارون كمان حطانيه على التلي كونسلت مع البسيكياتر. أنا ماريبال أخته لمارون. نحن الفيزيت هوم كتير ساعدتنا، لأن مارون حدا ما بيحب يطلع لبرا أبدا، وحتى يعني كذا مرة هني أخذوا لنا فيزيت عند بسيكوثيرابوت وبسيكياتر. فرانسوا عمل منينجيت لما كان عمره 6 أشهر، من وقتها ما عاد لا قدر كبير ولا بيحكي. فرانسوا معمول له جيجنو، بياكل خلال الإبري. بعتقد هو من أكثر الناس اللي بحاجة للهوم سيرفيس. جوزيف خوري خلق فرانسوا طبيعي، قام عمل شيشة الحليب قبل ما يبلش ياخذ الطعومي تبعه. تعرفنا على المؤسسة، رحنا مشوار واحد على المؤسسة، ما في لزوم تجوا تتعذبوا لهون، نحن بنروح لعندكم. صاروا يعملوا لنا زيارات طول اللهون على البيت،